مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع شاب مغربي كيتفاعل مع ارتفاع الاسعار ولا بداية ارتفاع الاسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. يعني كاينين الناس اللي ما عندهمش باش غادي يستعدوا لكاع رمضان ما تيفكروش ليه، كاينين الناس اللي عندهم امكانيات مادية راه تيوجدوا كسكسو عندك عفوا كيسلوا تيوجدوا الشباكية كيوجدوا بزاف الامور، كاينين الناس اللي ما تيفكروش نهائيا لرمضان ولدرجة انهم كيصرفوا بحالو بحال اي شهر عادي، رغم ان الناس كنعرفوا ان شهر رمضان هو واحد الشهر اللي فيه الاستهلاك بزاف، يعني فيه الاستهلاك اكثر من الايام العاديه. يعني كنتمنوا ان المسؤولين يتدخلوا، كنتمنوا المسؤولين ديال مراقبه الاسعار حتى هما يتدخلوا باش يحلوا هذا المشكل هذا. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير جميع المغاربه. اولا الموضوع اللي طرقتي ليه هو موضوع ديال الاسعار المرتفعه، وهذا الشيء راه كنلاحظوا في الاسواق، يعني الاسواق ديال الجمله ولا الاسواق العاديه ديال التقسيط كاين واحد الاثمنه اللي هي خياليه، وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير. علاش؟ لان كاينين الناس اللي هما ماشي ما متاحش لهم الفرصه انهم يديروا مثلا داك الشيء اللي هو تقليدي بحال الشباكيه بحال السلو، والاسعار يعني ما نقدرش نصور ان المغاربه هذا العام هذا بحال شي يديروا واقيلا هذا الشيء هذا ديال المولفين كيديروا ديال التقاليد ديال السلو والشباكيه، لان داك الشيء غالي بزاف، يعني داك الشيء كيخلع، اسعار كتخلع بزاف، والاثمنه ماشي في المتناول ديال الجميع. واحد الطبقه اللي تقدر انها تقدر توفر هذا الشيء، الطبقه 50 درهم النهار شنو غادي يقدر انه مثلا بحال الطبقه اللي عندها الفلوس و يعني عندهم صالير اللي هو مزيان راه غيقدروا مثلا يصيبوا الشباكيه، واخا اغلبيه هذيك الطبقه البرجوازيه كنعرفوا حنا داك الشيء كيشريوه موجود. حنا كنهضروا على الطبقه الهشه اللي هي كتصيب داك الشيء في الدار ديالها باليد ديالها، وما ما كتشريش من على برا، يعني خصها تشري مواد باش تصيب مثلا السلو ولا الشباكيه. هاد الظاهره ديال الاسعار خاص الدوله تدخل، الحكومه المسؤولين يراقبوا الاسعار، لان كاينين شي وحدين انتهازيين كيعملوا الاحتكار ديال السلع، وكتكون هناك خروقات قانونيه. ما تخافش الله، يعني كيبان لي الاسعار زاده كيزيد فوالا كيزيد في كل شيء، كيزيد في جميع المواد، لان ما كايناش مراقبه، كيبغي يربح الربح السريع. واحد التعليق تيقول لنا بانه شهر العباده ماشي شهر الاكل، ولكن واخا يكون شهر العباده فعلا وماشي شهر الاكل زعما الماكله وداك الشيء، ولكن راه ضروري كيكون الاستهلاك اكثر من الشهور الاخرى. بطبيعه الحال حنا دابا دينا من زمان دينا على المغرب، المغاربه راه كيحتفلوا برمضان يعني بالشباكيه بسلو بجميل، يعني بهاد جوج الحوايج بعدا راه كيمثلوا واحد المائده اللي هي تقليديه مغربيه اصيله. وبالنسبه للناس اللي الدراويش مساكن ما عندهمش راه ما يقدروش مثلا انهم يوفروا هذه المواد هذو في المائده ديال الافطار ديالهم. وانا كما قلت لك كنطلب من المسؤولين انهم يتدخلوا ويديروا مراقبه في الاسواق ديال الجمله وفي الاماكن اللي كيتباعوا فيها بالتقسيط، لان كاينين انتهازيين بزاف اللي هما كيطغاو على كنشوفوا ان حتى بعد كيف ما قلتي على الاحتكار، كنشوفوا ان في كاع اي حاجه لا سواء الفلاحه مثلا الفلاح كيجيب واحد البرودوي كيبيعوا مطيشه يا بطاطا كيكونوا الشناقه حتى هما هاد الناس ما كيخافوش الله. لا هذوك الوسطاء السماصريه الوسطاء الشناقه هادو كاع العناصر اللي هما غير شرعيين وغير قانونيين، وهما اللي كيخليو السوق لنا تطلع في الثمن ديال المواد الغذائيه بصفه يعني بالمجموع المجمل ديالها. ما تيخافوش الله، يعني ما كيخافوش الله، ما كاينش الضمير المهني، هما ما كيفكروش، ما عندهمش ضمير مهني وما كيفكروش هما الطبقه الفقيره. واغلبيه ديال الناس راه كنلاحظ انهم يعني كيشعروا بواحد الغضب على قبل هذا الغلاء اللي كاين ديال الاسعار. خاص لجان ديال المراقبه، خاص حملات تحسيسيه، خاص كلشي يدير الدور ديالو، لان هادشي هذا ماشي يعني ماشي ساهل وماشي ماشي طبيعي. يعني دابا النداء ديالنا هو انه يكون واحد المراقبه، خاصها تكون مراقبه صارمه ديال السلطات، وحتى المشتري خاصو ما يمشيش يهلك راسو ويشري شي حاجه اللي هي فوق الطاقه ديالو، يمشي على حساب الجيب ديالو. الا مشيتي على حساب الجيب ديالك راه غادي غتعيش مرتاح. الا فتي الطاقه ديالك راه صعيب شويه. تبارك الله.
شكرا لك. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، شاب مغربي يتفاعل مع بداية ارتفاع الأسعار، يعني كيف ما شاهدتوا معنا أن دابا الأسعار غادا كتزاد. كنتمناو إن شاء الله تكون مراقبة، والله يدوز إن شاء الله هذا الشهر علينا بالصحة والسلامة وطولة العمر، والله يحفظ لكم الناس اللي كتبغيوهم كاملين يا ربي. شكرا لك، تبارك الله عليك خويا. وهنا مشاهدينا بقى لي إلا نودعكم، نتلاقاكم في بث آخر، بالسلامة عليكم.